لا تقف أزمات العراق عند الصراعات السياسية والمشاكل الاقتصادية والأمنية فحسب، بل تتعدى لملفات أخرى لا تقل أهمية عن تلك القضايا، لا سيما على ضوء الإحصاءات التي تكشف عن نسب عالية من الأمية التي تسجلها البلاد عاما بعد آخر بين مختلف الفئات العمرية. لكن هذه الإحصاءات ركزت على نسب الأمية في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك بعد تدمير التنظيم للمباني المدرسية وعدم قدرة الحكومة على إعادة تأهيلها إلى الآن. بعد التحرير الحمد لله قدرنا أن نصل لهذه المناطق مرة أخرى ونعيد فتح المراكز مرة جديدة أو مرة أخرى، وأكيد طبعا كمجتمع عراقي ينحدر، أغلبنا ينحدر من مجتمعات قبلية وعشائرية هي لا تحبذ دراسة الفتيات. الأمم المتحدة كشفت عن وجود أكثر من 10 ملايين أمي في البلاد، نسبة كبيرة من هؤلاء حرموا من التعليم بسبب الحرب ضد داعش في محافظات نينوى وكركوك والأنبار وصلاح الدين. هذا الأمر وضع المؤسسة التعليمية والمنظمات الغير الحكومية أمام تحد كبير، حيث أعلنت مديرية تربية كركوك عن توفير أكثر من 230 مركزاً لمحو الأمية تستوعب 20,000 شخص من كلا الجنسين. عملنا عن طريق الإحصائيات وعن طريق الوافدين إلينا من المناطق المحررة، فقمنا بالزيارة إلى بيوتهم وتكلمنا مع الأهالي وأقنعناهم بطريقة جميلة بأن هم لديهم مستقبل ولا يجوز أن يتركوا هذا المستقبل، فالتحقوا إلى مراكزنا. اضطرينا أن نستخدم المدارس الثنائية الدوام حتى نكون إحنا ثلاثي أو حتى مرات ثلاثي وإحنا الرابع، يعني حتى بس يعني نحقق أنه نرجع الدارسين مالتنا لمدارسهم والمراكز محو الأمية. فكانت معاناة كبيرة بس لله الحمد الآن نينوى مستقرة، الوضع جيد جدا عندنا، يعني بداية العام راح تكون الدورة 12 إن شاء الله انطلاق الدفعة 12. مركز محو الأمية في كركوك أكد أن لديه خططا مستقبلية تتضمن عمل إحصائيات دقيقة لمعرفة النسب الحقيقية للأمية في المحافظة والعمل على تقليصها عبر فتح مراكز إضافية لمحو الأمية. ما يزال انتشار الأمية وعدم وجود مباني مدرسية كافية في المناطق المحررة من سيطرة داعش جنوب وشرق وغرب كركوك يمثل التحدي الأكبر أمام مديرية تربية المحافظة. حيدر عودة، اليوم كركوك.